السلام عليكم. أنا وعليكم السلام. يلا حيهم. هادي سيارة. تعرف إني راعي نوادي وماني في الأشياء دي. إلا أنت كيف تولع سيارة قدام أخوك الصغير؟ ما تخاف يزيد الطيف في الدخان؟ خف عيالي يا صحي. بعدين أخوي لو مسك سيجارة أنا أعرف كيف أكسر إيده. أصلاً أنا ما أحب الدخان. من فوق خشمك. خذ مفتاح السيارة وروح جيب الشاحن. أقول أنت بنت مع أخوك الصغير الله يهديك بس. الحر. نواف يا ولد ثور انت تبي اخوك يذبحك الحين وبعدين ذا بيضرك. ما شاء الله ما يضر. نواف ما شاء الله مسوي فيها فوق هيئه النصح والارشاد وهنا جاي بعد الدخل. امشي يلا. والله ما دخل ترى.